انا عايز اقف عند برضو تعبيرات لسيادتك كانت مهمه. انت بتقول في احد مقالاتك وانت بتكتب مقالات مهمه، الانسان الاتكالي كاللص الذي يعيش من تعب الغير، ما الذي تعنيه بذلك؟ انت عندك مشكله مع لا بمعنى ايه الانسان الاتكالي؟ معناه انه مش عايز يشتغل ولا حاجه وغيره يتعب ويضحي بوقته ويضحي بكل دوت، وهو بقى يروح جاي ايه واخد اللي هو مجهوده واخد تعبه واخد ثمار اعماله كل دوت. فعشان كده ده المعنى. معنى ايه؟ وانا دايما بكتب مقالات واحط اقوال، فبحط دايما فيها ايه المعنى. اول انسان لازم يعمل، كل واحد فينا لازم كل دور يقوم بيه ما يكسلش، ونخلي الناس هي اللي تخدمه بس. طيب انت جيت على ذكر شريهان واتكلمت عن المصحف اللي قدمته لشريهان كهديه، وطبعا لقيت عنت على الفيسبوك في الفضاء الالكتروني.